يا ناس خلوني بحالي. يا ناس خلوني بحالي. دويت كمان في هيك وفيه Let's do it. وحدي ومرتاح بالي في هيك وفي هيك يابا هيك بيحلالي شوي والله خيلتني شوي شوي ايه هات لشوف العنوان شو ماشي حي 28 نيسان شارع ها ماشي 7 آذار بناء 17 تشرين ما تشرين اول ولا ثاني ما بتعرف ايه مو فارقة خلاص مو مشكلة ماشي خلاص لا تاكل هم اخي ايه شوي تاني بنكون عندها خلاص لا تاكلها ان شاء الله ان شاء الله اهلي مع السلامه اهلي الو 94 يستر عرضك حول طول بالك يا اخي مواطن طول بالك ايه لو سمحت اعطينا العنوان ايه حي الوحده شارع الثوره بناء التحرير ايه دايم يكون عندك الو يا 97
لك العمى يضرب جوز عيونك ضرب. لك فهمنا انه انت عندك حالة طوارئ. كني محسب ما حدا عنده حالة طوارئ غيرك لحتى ننجده. بقى هدي حالك وحكي مثل العالم. لك لحظة لحظة لحظة، ايش بك مبرش تبرش؟ طول بالك، مو بدي الاقي قلم لحتى تنقلني العنوان. دي هات لشو؟ ايه شارع حي عبد الرحمن الداخل. ايه شارع خولة بنت الازور. ايه بناء الاصمعي جانب مستشفى ابن زهر. ايه ايه خلاص خلاص، لا تتركوا الهم. لحيه والله غصطانين على عناوين واسامي اصعب من هيك بكثير. بقى لا تتركوا الهم. لك لو بقى خلينا نتصرف. العمى الو الو 98 حول. أوام أوام يستر عليكم أوام. ما بكون بشير شوشرة إذا ما خليت لك هوني أقوم علاقه. يا لطيفة قديشك ممثل عليم الله أحسن لي بيطلعوا التلفزيون. بتصدق إلا إذا شافوك الممثلين بياخدوك معهم فورا. شكرك أنا بقبل. أنا هي الشغلة عندي مزاج. شلون في ناس هوايتهم الرياضة، جمع الطوابع، ركوب الخيل، أنا هوايتي إنه أشلش الحكومة. مو الحكومة عم تشلش الخلق، أنا بدي أشلشها. بشير شو رأيك نروح نتفرج عليهم نضحك لنا بفرنجين؟ قطع عمرك شو متغالز على كبر، تضرب أنت واللي عرفني عليك. شو بدنا بها الشوفة هاي؟ هلا بدي ورجيك على شغلة بربع ورقة على طوارئ الكهرباء. امشي تروق كثير روح. سعلي مجرد سعلي من الدخان، حاكم محسوبك بيشفوا الدخان كثير. يعني ما في ازمه قلبيه؟ لك شو قلبيه وما قلبيه؟ ليكني واقف قدامك مثل الليره ما فيني شيء والحمد لله. بس انا بشكركم على هالمبادره اللطيفه منكم. مبادره؟ يعني حضرتك ما اتصلت بالاسعاف السريع؟ لا يا اخي انا ما اتصلت بحدا، بعدين الله لا يحجنا لكم. معناتها رجعت تبع البلاغات الكاذبه. الحقوني. هذا بيتكم؟ ايه خير. وين الحريقة؟ الحريقة 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 مو من هون بتصلها يا اخي. يا اما بتروح دغري بتنفذ على مدحت باشا بتقوم بتصل على الحريقة، او اذا بدك بتروح دغري من هون من قفا القصر العدلي كمان بتنفذ على الحريقة. تفضل. ولك يا محترم مو حي الحريقة، الحريقة اللي صايرة ببيتكم. ليش بيتنا عم يحترق؟ انا بعرف انه بيتنا عم ينخرب، اما عم يحترق هي شغلة جديدة. لك يا اخي فوت شوف لنا اذا في شيء عم يحترق ببيتكم. اخي ما بدك. ام حسام؟ وينك ام حسام؟ نعم. في شيء عم يحترق بالبيت؟ ايه والله، شاطوا شوي الحليبات، ما نسيتهم وانا عم حفظ الولد.
يعني ما في شيء عم يحترق بيتكم؟ لك يا اخي مثل ما سمعت ما في شيء عم يحترق، كان بودنا نخدمكم. ان شاء الله لما بتعتازونا عن جد. اي وقت اللي بنعتازكم ما بنلاقيكم. ايوه مع انت رجعت بعد بلاغات الكاذبه، خلونا نتيسر شباب. بالاذن. وين القتيل؟ هي وين القتيل؟ أنا وقتي يا سيدي. القتيل اللي بلغته عنه قبل بساعة وينه؟ راح من شي ساعة ونص بس ما بيطول راجع. إذا بدكم اقعدوا استنوا. أبو قاسم نزل شاي على حساب القتيل. شرفوا اقعدوا استنوا جنب الشاهد رقم 5. والله لا خليك تتشاهد على روحك والله. عم تتفقس علينا ولا؟ أعوذ بالله سيدي. عم بمزح معكم أنا. لك شو عم تمزح معنا؟ أشو شربانين شوربة سوا؟ يا عيسى دكوا بسيارة نشوف. محل وين نروح وإيدينا فاضي. وهذا اللي عطى البلاغ الكاذب. أحسابه عندي. يلا اشحطوه بسيارة ولا؟ اشحطوه. سيدي حريقين ما ردينا عليهم، فكرناهم بلاغ كاذب. وهالشي سيدي عم يزعزع ثقة الناس فينا. هسا مش مهم ثقة الناس سيدي، سياراتنا مش قاعدة بتهدي من وراء البلاغات الكاذبة. بصراحة صرنا ملطشة للعالم قسما بالله يا سيدي، انه هيبتنا صارت بالأرض. انتم متأكدين انه مصدر البلاغ هو نفس الشخص؟ نعم سيدي متأكدين جدا. بمقارنة تسجيل الصوت مع كل الأجسام والمقاسم اتأكد لنا انه هذا الصوت لشخص واحد. إذن بأول اتصال أو بلاغ قادم بتحاولوا تلهوه أطول فترة ممكنة لحتى نقدر نفوت على الخط ونحدد مكانه بدقة ونوصل له. شو بخمت لفيت؟ لا مرعت برغشة من هون. يو شو هالملالان؟ مليت أنا. تعري لازم نلاقي لنا شي تفنجي. شو رايك نقوم نشخوة السيارات بالمفاتيح؟ شخوة السيارات بالمفاتيح قديمة ومعلمين منها. ما بدي من الشغلة تضحك. ضحك بدك تضحى؟ ايه. تعري اليوم الرك كله عليك. يعني في عليك رك. بدي ورجيك شي اليوم بحياتك ما شفته. بدي خليك تموت من الضحك. شلون شلون؟ تعال معي للك. عنجد تعال لك. وينك؟ سمعني. شوف شوف. الو مرحبا نجدة. لك لا صفوان بدك ترجف صوتك. شلون يعني رجف صوتي ولا ابكي لا تحيرني؟ لك لا انت بدك تقبض الشغله جد. لازم تبع نجدة لازم يحس انه جريمه هلا عم تصير قدامه. أيوه. لك انا عم تصير قدامه وبدك تفوت عليه بالمعلومات. طص بيجي بيحكي كلمه راسا انت بتقدحه 5 كلمات، بيحكي كلمتين بتقدحه 10، 3 15. لا تخليه يتنفس من نوبه. بدك تترجى بدك تستدر عطفه. ولا يهمك لك بشير ولا وانا تلميذك. انا رح اساوي احسن منك. هلا شو طول بالك طول بالك وامشي الحال. هيك هذا تبع النجدك اما تبع الاسعاف له غير دوباره. شو تبع الاسعاف بدك تفوت عليه من غير باب؟ انو باب هداك؟ بدك تفوت عليه من باب. يا بتلحق يا ما بتلحق. بدك تحسسه انه انت على اخر نفس. طول بالك خلاص ولا يهمك. انا تلميذك. هلا شوف خلاص معناتها انت فوت مارس هوايتك الجديده لانه انا بدي روق اتسلب تبعت كهربا شوي. صار لي زمان ما تسليت فيه. تعال خليك. تعال شوف شلون هلا شوف اللعبه شلون. مجانا بلاش يعني. آه. احلى واحلى. الو انا فاعل خير. بالنسبه لابن الحرام اللي عم يبلغكم بلاغات كاذبه وهلا بده يبلغكم هو موجود على العنوان التالي. سجل عندك سيدي. ان شاء الله بروح دعس شو ابن حرام. ايه هات لشوف ايدي بزنارك. وين قلت لي؟ شارع عبد الله بن الزبير. ايه عرفت عرفت على اليمين. خلص 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 تسلم لي عينك. شكرا يا اخي المواطن. شكرا مع السلامه مع السلامه. الو 94 على ابن الزبير بوشكون. ايوه ايه شارع عبد الله بن الزبير.
ايه شكرا شكرا يا اخي مواطن. الو يا 97، ايش بدك يا فاعل الخير؟ طيب عن جد؟ سكر لحتى نعرف نتصرف. سكر. الو يا 92، على شارع ابن الزبير. يا اخي بوث ايكو الحقوني، الحرير حياكل اخضر واليابس مشان الله. شغله ما بتنوصل شو بدي احكي لك. رح احكي لك، رح توصل لجره الغاز وجنبيتنا في كازيه قفل، كازيه في معمل اشرابات نايلون نسواني مثل ما عم حاكي. بوث ايكو تستعجلوا يا اخي استعجلوا. بشو احلف لكم انه مو انا؟ شبكوا ليش هيك عم تطلعوا فيني؟ صدقوني مو انا، هذا بشير. ايه بشير هو يلي قال لي مجاني، قال لي مجاني وقال لي كمان رجب صوتك مشان هو. اذا بتحبوا هلا مروا لعنده واخذوا لعنده. الضابط اعطونا اياه لنا. انتو شو بدكم تعملوا فيه؟ ولو بدنا ناخده على مستشفى حكومي. اذا هيك خدوه الله لا يرده. مش حطوه. العمى تشتشي بده يضحك بفرنجين. العمى نسينا طوارئ الكهرباء. لا تعذب حالك، نحن جاهزين سيد بشير. أنا الله يعطيكم العافية. مين خبركم؟ رفيقك وشريكك صفوان. Thank you.
أنا ماني موجود بالبيت. إذا بتحبوا اتركوا رسالة بعد ما تسمعوا الصفرة. مرحبا بابا، أنا مرمر عم بحكي من باريس. مشتاقت لك كتير، اشتقت للبيت وللشام، اشتقت لصوتك وكتاباتك بابا. بالنسبة لدراستي منيحة كتير، بس بتعرف يا بابا تكلف الحياة هون، شو بدي اقول لك يعني، كل شي غالي، مشان هيك ما عم بتصل. بحبك، بموت عليك بابا. يعني أنا محتاجة شوية مصاري، يا ريت تبعت لي اياهم بسرعة، وبوعدك إني رح أتصل دائما. كنت بتمناني أسمع صوتك، بس أبصر وين بتكون. حاكم أنا بعرفك منيح يا شقي. على فكرة بعت لي كمان ديوانك الجديد إذا طبعته، رح أقرأ لك كل رفقاتي. ما بقدر طول المكالمة أكثر من هيك، وهي أحلى بوسة لأحلى أب بالدنيا. تصبح على خير. بوني بابا، باي. مرحبا، أنا ماني موجود بالبيت. إذا بتحبوا اتركوا رسالة بعد ما تسمعوا الصفرة. ألو، لك ألو، شو هالخال اللي عندي؟ مرحبا خال، أنا فؤاد. وينك أنت يا رجل؟ هي رابع مرة بحكي معك وما بلاقي حدا. شوف خال، مشان موضوع الدواء اللي وصيتني عليه ضيعت الراشيتا ونسيت اسم الدواء. الله وكيلك، الله وكيلك، كانت الراشيتا معي، حاطة مع جواز السفر. والله العظيم أنا خجلان منها. لك كنت رح أشتري كل أدوية القلب وبعت لك ياهم، بعدين أنت لحالي، خليني أحكي معه بالأول وأخذ اسم الدواء. خال، الله يخلي لنا ياك ويجبر خاطرك ويديمك فوق راسنا. يا ريت تبعت لي كروزين حمراء طويلة. لك هون عنا بالإمارات ما في غير دخان أجنبي. إيه؟ يلا فؤاد لعبك. يلا رح نلعب دقيقة. يلا خال، بدك شي؟ صباح على خير. مرحبا، أنا ماني موجود بالبيت. إذا بتحبوا اتركوا رسالة بعد ما تسمعوا الصفرة. ألو أحمد، أنا خليل. شوف أخي، اشتقت لك كتير. صحيح إن سنتين ما بنحكي مع بعض، بس اليوم حاسس إنه لازم شوفك. لك يلعن أبو الزعل وساعته، كل ما فكر ليش تزعلنا بضحك على حالي. كله مشان قصيدة أنت كتبتها، ولما قريت لي إياها حسيت إنك عم تقلل أدب. من لما توفيت مرتك قبل 15 سنة كان لازم تتجوز، بس انت رفضت ولحقت لي الشعر والكلام الفاضي. على العموم خلينا ننسى الماضي، حابب نرجع مثل ايام زمان. بتصدق حتى الاولاد اشتاقوا لك، بيضلوا بيسألوني عنك. تصبح على خير. مرحبا، أنا ماني موجود بالبيت. إذا بتحبوا اتركوا رسالة بعد ما تسمعوا الصفرة. أحمد مرحبا، ما حلك تنسى صوتي. إلك 7 سنين ما سمعته، وأنت كنت تقلي يا عبير صوتك مثل جرس ملائكي، ما رح أقدر أنسى بعمري. تتذكر آخر قصيدة كتبت لي إياها؟ يومتها جبت لك زنبقة بيضة، حطيناها سوا بالفخارة العتيقة، بعدين حافظتها للقصيدة حرف حرف. زنبقة بيضاء زرعتها أناملك في غرفتي، زنبقة بيضاء صارت حين رحلتي نافذتي على العالم. هذا مطلع القصيدة، كل ما بتذكره بسمعه بصوتك أحمد. ولك اشتقت لك. يمكن عم تسأل حالك ليش عم بتصل وما عم بجي لعندك. لأني عم حس إنه روحي يبساني وما عاد في بعروقي غير البرد. صدقني يا أحمد، لو حسيت بيوم إني رح أرجع عبير المعباية جنون وفرح كنت رجعت لعندك، بس خليني بعيدة هيك أحسن، مشان تضل ذكرياتي معك صافية مثل مطر الربيع. تصبح على خير.
الحلقه.